يا اهلا بكل متابعين قناه ملخص فيلم من كل مكان، وزي ما عودناكم دايما بافلامنا المتميزه، وفيلمنا النهارده لعشاق الحب والاثاره والرومانسيه وكمان الاصرار على النجاح. وبيبدا فيلمنا بواحد اسمه بالدورو، وهو اكبر مالك لمزارع الطماطم وفي قريه اسمها باتي، وبنشوفه وهو بيعرض الطماطم بتاعته على المستثمرين. وبعدها بنروح لابنه اسمه تيتو واللي بيكون عكس والده تماما، وبنعرف انه مستهتر جدا. وبيصحى تيتو وبتكون في بنت نايمه جنبه وللاسف مش عارفها، وبيشوف بطاقتها وبيعرف ان اسمها انا. وتيتو نزل عشان يفطر وطلب من مديرة المنزل بتاعهم واللي اسمها روز انها تبعت ابنها ايجور عشان يصحى البنت اللي كانت نايمه جنبه عشان تمشي. وبنروح لبلد اسمها ديوجانيرو، وبنشوف بنت زي القمر بتعيش هناك وبتدرس في كليه الطب واسمها بولا، وعايشه مع اصحابها ريسا وكاتيا. وبنعرف ان كاتيا عندها حفله النهارده، وهي حفله توديع عزوبيتها في مدينه باتي. وفي البدايه بولا بتكون مش راضيه تاخد اجازه من تدريبها في المستشفى عشان تقدر تشتغل فيها لما تتخرج وتاخد الاقامه في المدينه، لكن اصحابها بيقولوا لها ان اقامتك مضمونه عشان دكتور فيكتور معجب بيكي واكيد هيتجوزك. وبنروح للمستشفى وبنشوف الدكتور فيكتور وهو واقف وبيمدح في بولا عشان تشخيصها الدقيق للحالات، وبيقول لها انها لازم تحضر مع عمليه دلوقتي. وبولا بتعتذر له وبتقول له انها مشغوله عشان هتسافر مع اصحابها عشان تحضر حفله صاحبتها، والدكتور فيكتور بيرفض وبيقول لها اعتقد انك محتاجه الوظيفه دي ضروري بعد التخرج بتاعك. وبولا طبعا وافقت انها تحضر مع العمليه، وقالت له خلاص انا مش هروح الحفله خلاص، واعتذرت لاصحابها. وهي داخله العمليات الدكتور فيكتور قال لها انا اديتك الفرصه دي عشان انت عجباني، واتضايقت بولا جدا منه وسبته ومشيت. وراحت لاصحابها في الاتوبيس عشان تحضر الحفله معهم في مدينه باتي، ولما شافوها فرحوا بيها جدا وحكت لهم على اللي حصل من الدكتور فيكتور. وبنروح لمدينه باتي وبنشوف تيتو بيقول لصاحبه ايجور يجي يتسلم معاه، وايجور بيرفض وبيقول لتيتو انه عايز يركز في المذاكره عشان يقبل في الجامعه في مدينه ريو. وتيتو قال له تعالى نتسارق، ولو كسبتك هتيجي معايا، ولو انت اللي كسبت هسيبك ومش هاخدك معايا. وفي النهايه بيكسب تيتو، وفعلا بيروح ايجور معاه. وبنشوف تيتو هو سايق عربيه بابا الفقمه بسرعه جنونيه، وفجاه البوليس بيوقف تيتو وبينزل الضبطه من العربيه وبتقول لتيتو مفيش استثناء يا امير الطماطم، وفتشته وطلبت منه انه يعزمها على حفله عيد ميلاده وهي هتسيبه. وتيتو ما صدق طبعا فبيوافق. وبيوصل الشركه وايجور بيقول لتيتو انت طلعت تونجوان، وتيتو قال له وانت مجنون بسلمى ولسه ما صرحتهاش بمشاعرك وقلت لها انك بتحبها. وبيدخل تيتو لباباه عشان ياخد هديه عيد ميلاده، وتيتو بيطلب منه هديته وقال له انه عايز العربيه بتاعته الفخمه، وبابا قال له هديها لك بس انا عايزك تشتغل معايا في الشركه. وبيقوم بابا وبيطلب من المديره الجديده واللي اسمها مونيك انها تيجي تمرنه، وبيروح تيتو ايجور معاها وسالها تيتو وصلت لمركزك ده ازاي، ومونيك قالت له انها درست في جامعه ريو وبعدها برنامج تدريب ترانك توزو واختاروني من ضمن 10 متدربين عشان اكون في وظيفه المساعده. وتيتو بيقول لها قصتك جميله جدا بس انا عندي عيد ميلاد النهارده في مهرجان الطراشق بالطماطم، لو عايزه تيجي تعالي. وبنروح للحفله وبنشوف بولا واصحابها في الحفله وبيقولوا لها انها لازم تتبسط معاهم. وبعدها بنشوف ايجور رايح عشان يدخل الحفله لكن الحارس بيمنعه من الدخول وبيقول له ان اسمك مش موجود في قائمه الناس المدعوين لحفله عيد الميلاد ومش مسموح لك انك تدخل الحفله، والحارس رفض انه يدخله. وايجور نادى على تيتو عشان يدخله وجاله تيتو ودخله وزعل جدا منه عشان ما كتبش اسمه. وتيتو بيقول له انا عندي ليك هديه وعرفه على سلمى عشان يكلمها، لكن عينها ما نزلتش من على تيتو وفضلت تعاكسه، فزعل ايجور جدا ومشي وجري تيتو وراه وقال له سيبك منها دي مجنونه. وايجور قال له هي عايزاك انت عشان فلوسك، لكن هتعرف قيمتك وشخصيتك الحقيقيه لما تشيل كارت امير الطماطم اللي انت لابسه ده، ولازم تعرف ان اللي حواليك دول بينافقوك وانا اللي صاحبك بجد مش حاطط اسمي في المدعوين. وتيتو قال له انت مش صاحبي انت من عيلتي، واقتنع تيتو بكلامه وشارك كارت المكتوب عليه امير الطماطم ومش عشان يكمل حفلته. وبدات الحفله وفجاه بيحدف تيتو بولا بالطماطم وبتتضايق وبتروح له بتزعق له، وبتلاقي حد بيتحرش بكاتي صاحبتها وبتروح لها عشان تساعدها وبداوا يتحرشوا بيها هي كمان، وبيجي تيتو يدافع عنها فبيضربوا المتحرش، ولما شافوا انه تيتو سابوه. وخرج تيتو ومعاه بولا واصحابها من الحفله وكان مصاب، وبدات بولا انها تعالجه وعالجت له مناخيره المكسوره، وقالت له انها خريجه كليه الطب من الجامعه اللي في مدينه ريو، وقالت له انها زعلانه من صاحب الفكره وعن كميه الطماطم اللي اتبهدلت في الحفله، كانت تاكل جعانين كتير جدا، وقالت له انها مش من هنا وانهم بيحتفلوا بحفله توديع عزوبيه صاحبتها كاتي، وانهم بيحتفلوا بيها عشان عيلتها من هنا وهتتجوز حبيبها فيريو. وبنشوف كاتي قالت لهم انها هتروح تقابل قريبتها عند الباب، واخدت معها صاحبتهم ريسا. وبولا اخدت تيتو عشان تغسل له الدم وقال لها انه ساكن هنا، وسالته قالت له انت ساكن هنا
عند عيلة رانكو أوزو أصحاب الحفلة دي؟ وهو قال لها آه، وأبويا الحارس هنا. وقال لها إنه عايز يروح الجامعة في مدينة ريو. وبولا قالت له هتعجبك وياريت أشوفك هناك. وتاني يوم صحى تيتو من نومه، وبابا جاله وعطله العربية بتاعته الفخمة وقال له دي ليك وهي مكافأة شغلك في الشركة، بس مش هتاخد مني مصروف تاني، وانت دلوقتي معاك عربية ووظيفة ولازم تكون قد المسؤولية دي. وراح تيتو عند صاحبه إيجور وقال له إنه رايح جامعة ريو وعايزك تيجي معايا، فبيتصدم إيجور من قراره. وتيتو حكى له على بولا وقال له أنا سجلت ببرنامج تدريب تبع ترانكو أوزو في جامعة ريو وعايزهم يختاروني من غير ما يعرفوا أنا مين، ويا ريت تسجل أنت كمان معايا ونبدل أسامينا، ولو أنت ترشحت بعد هذا الوظيفة في ترانكو أوزو هديلك العربية الفخمة دي. ووافق إيجور على اقتراحه وراحوا جامعة ريو وسكنوا في شقة أبوه. وبعدها بنشوف تيتو راح يحضر فرح كاتيا صاحبة بولا، واتفق مع عامل النظافة هناك إنه يبدل معاه لبسه وبالمقابل هيدفع له 8 يومياته النهاردة، وبيوافق عامل النظافة على عرضه. وبيدخل تيتو الفرح على إنه عامل النظافة وشاب بولا وكان بيمسح وبينظف المكان، ودكتور فيكتور كان موجود من ضمن المدعوين، وبولا كانت قاعدة معاه وسابته وراحت للبلكونة. وراح لها تيتو وفكرها بنفسه، وبولا افتكرته على طول وقال لها أنا سبت كل حاجة ورايا وجيت عشان أحقق حلمي. وبولا قالت له أنا معجبة جدا بشجاعتك وبقرارك. وهم واقفين مع بعض جالها الدكتور فيكتور وقال لها الولد ده بعكسك، فزعقت له ومشيت. وبعدها راحت لتيتو وبسيته واخدته وخرجوا بره الفرح وبداوا يتمشوا على الشاطئ مع بعض. وتيتو قال لها ان دي اول مره اجي فيها البحر لان ما كانش معايا فلوس، وبابا كان بيخليني اقطف الطماطم كل صيف لدرجه انه كان اكلنا عباره عن طماطم وبس. وقال لها انه مبسوط جدا لانه بدا يحقق حلمه وسجل في برنامج ترانكوزو عشان يشتغل فيها. وبولا قالت له ان هي كمان نفسها حلمها يتحقق وتاخد الاقامه في المدينه لانها قربت تتخرج. وبعدها بنشوف تيتو وإيجور وهم داخلين فرع ترانكوزو اللي في مدينه ريو، لكن بيقابلوا هناك مونيك اللي كانت المديره الجديده لبابا، وبيعرف انه اخر يوم ليها لانها اتطردت ورجعت لبيتها في مدينه ريو. وتيتو قال لها انه جاي هنا عشان هيحضر البرنامج عشان قرر انه هو يبدا من الصفر زي مونيك ومحدش هيعرفه. ومونيك قالت له بس بدمك الخفيف انت اسمك مش هتعرف تغيره، وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بيبدا التدريب وبيجي المدير واسمه سيليو وبيسالهم مين فيكم تيتو؟ ترانكوزو. وبيرد إيجور وبيقول له انا، وسلم عليه سيليو. وجت ألينا المسؤول عن تدريبهم وقالت له هتقضوا شهر تدريب وهتاخد شهاده كمان، وخدتهم تعرفهم على المواد الخام في الشركه. فقال تيتو انا اكتر حاجه بفهم فيها خضار الطماطم. وقالت له ألينا الطماطم دي فاكهه، وسالته عن اسمه وقال لها إيجور، وانا طلبت منه يعمل لها قهوه. وطبعا تيتو كان مش عارف. وبيجي المدير سيليو وبيطلب من ألينا وقال لها انا عايزك تهتم اكتر بتيتو ابن الرئيس. وشاور لها على إيجور وقال لها ده مشهور جدا في مدينه باتي انه دونجوان. فاعجبت ألينا بيه جدا وراحت عرفته بنفسها وسلمت عليه ولقيت ايده خشنه. وإيجور بيبرر لها الموقف وقال لها من ركوب الخيل. وبعدها بيجي لها تيتو وبيديها القهوه اللي طبعا ما عرفش يعملها كويس، وبعد ما شربت منها قرفت جدا وقالت له ان القهوه طعمها بشع جدا. وبعدها إيجور بيقرر انه يروح هو ويعمل لها القهوه، وإلنا عطت تيتو فلاشه وطلبت منه انه يطبع اللي فيها عشان البرزنتيشن تاني يوم. وبيروح تيتو عشان يطبع الورق فباظ منه جوه المكنه. وبنرجع لإيجور بعد ما خلص القهوه وطبعا طلعت ممتازه. إلنا قالت له انها منبهر بيه جدا لانه قرر انه يبدا من الصفر مع انه ابن الرئيس، فسمحها تيتو واتغاظ جدا. وبعدها قرر تيتو انه يكلم مونيكا وطلب يقابلها، وفعلا راح يقابلها في بيتها ولقى انها عايشه في منطقه كلها بلطجيه وكان خايف جدا، لكنه في النهايه قدر يوصل لمونيك ودخل لبيتها ولقى اختها مريضه جدا، ومونيك كانت معاها وبتهتم بيها وبابنها. وبعدها تيتو طلب منها انها تعلمه ازاي يكسب الوظيفه بمجهوده الشخصي، ومونيك قالت له هتدفع لي فلوس ولا لا؟ وتيتو قال لها للاسف بابا واقف عنا المصروف وانا عايز اعتمد على نفسي. قالت له وانا لازم الاقي وظيفه عشان المصاريف وعشان اقدر اساعد اختي التعبانه. وتيتو قال لها انا هساعدك وهجيب لك الدكتور اللي هيعالج اختك. وبعدها بنروح للمستشفى عند بولا وبيفضل الدكتور فيكتور يعكسها، وبيجي تيتو عندها وبيطلب منها تيجي معاه تشوف اخت مونيك، وبتوافق بولا انها تروح معاه. ولما بتروح بولا لبيت مونيك بتكشف على اختها وبتقول لهم لازم تحاليل. وبنشوف تيتو وهو مع مونيك وبيقول لها انه هيديها عربيته لو اخذ الوظيفه، وبتحجز بولا لاخت مونيك ميعاد لفحصها في المستشفى وبتشكرها مونيك. وتاني يوم الصبح بدري بتروح مونيك لتيتو في شقته وقالت له لو مش معاك فلوس ولا واسطه يبقى لازم تكون سابق غيرك. وفعلا بيروح تيتو بدري وبيكون اول واحد وطبع الورق اللي طلبته منه ألينا ووزعه على زمايله، لكن للاسف المدير سيليو قال لهم ان استراتيجيه التسويق اتغيرت امبارح، وقالت ألينا لتيتو انه لازم يقطع كل الصفحات الغلط اللي طبعها، وبتطلب ألينا ان هم يفكروا في حملات دعائيه
جديدة للطماطم وان دي فرصتهم الوحيدة عشان يقبلوا الوظيفة. وبالليل بيخرج تيتو مع بولا وبتكون مبسوطة معاه جدا، وبتقول لمامتها لو عرفت اني خرجت معاك هتقتلني. وتيتو قال لها عشان انا فقير طبعا، وقالت له بالظبط. وبتقول ان بابا وماما كانوا فقراء وهما متجوزين، لكن لما اتطلقوا ماما تعرفت على الاغنياء، وانها فاكرة انها كده هتبقى حرة، لكن انا شايفة ان طول ما انت معتمد على حد يبقى اكيد بتلغي شخصيتك. وتيتو اعجب بها اكتر وبكلامها. وبولا بتطلب من تيتو انها عايزة تشوف بيته، فبيبعت تيتو الايجور رسالة على الموبايل وبيقول له انه يطلب من حارس العمارة واسمه فرانسيسكو انه يعمل نفسه عمه عشان هياخد بولا بيت الحارس. وفعلا عمل كده، وبات الحارس في شقة تيتو، وبعدها بيروح للتدريب. وتيتو ابتدى يعرض فكرته للدعاية، وقال فكرتي للدعاية نافورة لصلصة طماطم وهنحطها في كل منافذ البيع. وقالت له إلينا ان فكرة تيتو احلى، وهي عبارة عن لعبة بشكل طماطم بتمثل الطماطم الفاخرة السعيدة. والمدير سيليو عجبته فكرة تيتو وفكرة ايجور وقرروا انهم ينفذوها. وبعدها بنشوف إلينا بتطلب من ايجور انه يعزمها على العشاء، فوافق وقال لها تعالي عند البيت وانا اللي هطبخ لك. وراحت إلينا عنده وكانت مبسوطة جدا وقضوا يوم جميل جدا مع بعض. وبنشوف بولا مع تيتو ببيت الحارس وكانوا مبسوطين جدا مع بعض، لكن جالها رسالة من مونيك ان اختها تعبانة جدا، وراح تيتو وبولا لها بسرعة عشان يلحقوها. وفي شارع مونيك سواق التاكسي رفض انه يوصلهم عشان المطر، وتيتو ما صدق طبعا راح جاب حصان وركب ورا بولا وبقى بالنسبة لها الفارس بتاعها. واخد بولا للبيت ومونيك بتطلب من تيتو انه يهتم بالطفل واخده منها، وعرف تيتو يأكل الطفل وفي النهاية انقذتها بولا. وبالليل بيصحى ايجور وجنبه إلينا وبيدخل للحمام وبيجي تيتو ينام، وكان مفكر ان اللي جنبه صاحبه ايجور وإلينا افتكرته ايجور. وبعدها بتقوم إلينا من النوم وطلعت تعمل لتيتو القهوة، وبيخرج الحارس من غرفته لانه بايت في الشقة بطلب من تيتو اللي المفروض بايت في شقته. ولما بيخرج للصالة إلينا افتكرته بالدور والد تيتو، وفضلت إلينا تتكلم معاه وهي مبسوطة. وبنروح لتيتو ايجور وكانوا بيتخانقوا مع بعض عشان ايجور حاول ياخد إلينا في صفه، وايجور بيقول لتيتو ان هي اللي معجبة بيا. وبعدها بولا بيعزم تيتو على حفلة تخرج، وبيجي بالدور لتيتو وبيقول له ان في عشاء عمل النهارده مع مستثمرين مهمين جدا، وقال له انا عارف انك عايز تبدا من الصفر بس لازم تجهز للصعب. وتيتو بيروح لايجور وبيحكي له على اللي حصل، وايجور بيقول له ان إلينا هي كمان عرفت بالمقابله بتاعت باباك وعايزه تيجي معايا عشان انا تيتو، فاتفقوا ان هم يعملوا مقابله مزيفه لإلينا وتكون جنب حفل تخرج بولا وينسقوا وجودهم هناك. وجاب ايجور الحارس فرانسيسكو على اساس انه ابوه وناس يعملوا نفسهم مستثمرين وعرفهم على إلينا. وتيتو حضر المقابله مع ابوه المستثمرين، وبتتصل ببولا وبيستأذن تيتو منهم وبيغير هدومه وبيروح لبولا، وفضل رايح جاي ما بينهم يغير في هدومه وبيشرب تيتو وبيسكر، وبيقول للمستثمرين ان الطماطم دي احلى فاكهه، انا متخيل البلد كلها بالطماطم حتى البيوت تبقى بالطماطم. وفي الوقت ده بتظهر واحده قريبه كاتيا وبتشوف تيتو وهو في الحفله وبتقول له تيتو امير الطماطم بيعمل ايه هنا، فقالت لها ده حبيب صاحبتي بولا، وعرفت بولا الحقيقه. وبولا اتكلمت مع تيتو قالت له انت كذاب، وبكت وسبته ومشيت. وهي ماشيه بتبكي بتشوف طريقها الدكتور فيكتور وبيبدا يتحرش بيها، وبولا اتعصبت عليه جامد جدا وقالت له انا كنت عايز اخد الاقامه بمجهودي بس خلاص انا مش عايزاها. وبيروح بالدور وبيزعق جامد لتيتو على اللي عمله مع المستثمرين وقال له انا كنت فاكرك عقلت، فزعل تيتو وراح قعد عند مونيك. وراح تيتو لبولا وحاول انه يصالحها، لكن بولا ما قبلتش اعتذاره وقالت له انها مسافره فتره كبيره. وفي نهايه التدريب بيختار المدير سيليو ايجور للوظيفه وناداه باسم تيتو، لكن ايجور بيطلع على المسرح وبيرفض انه ياخد الشهاده وبيقول لهم انها من حق تيتو الحقيقي، وتيتو بيرفض انه ياخدها وبيقول لهم انها من حق مونيك. وبعدها بتروح إلينا تعترف لإيجور بحبها حتى لو كان فقير. وقتها بيحتار تيتو يدي مين العربية، وبيقترح عليهم وبيقول لهم اننا نبدأ بها مشروع باسمنا كلنا، وهم بيوافقوا كلهم وبدأوا في المشروع. وبعد سنة بيروح بالدور وبيحتفل هو وعيلته بنجاح تيتو في مشروعه، والباب بيخبط وبيفتح تيتو الباب وبيلاقي حصان، وبتيجي بولا وفي النهاية سمحته وقالت له انا سمعت عن مشروعك، فقال لها الشركة بتاعتنا ملك انا وايجور ومونيك وإلينا كمان بتشتغل معانا، وفرجها على مشروع الطماطم بتاعه وبيكون اسمه فريش تيتو. وتيتو بيشكر بولا وقال لها بسبب انك ظهرت في حياتي كنت هفضل مكمل في حياتي القديمة وما كنتش هتغير ولا هحقق حلمي. وبنشوف تيتو هو زرع الطماطم فوق كل البيوت وبقيت مدينة باتي كلها بالطماطم. وبكده بيكون خلص الجزء الاول لفيلمنا، ونشوفهم في الجزء الثاني واللي بوعدكم انه هيكون شيق مميز جدا. وبكده بيكون خلص فيلمنا النهارده، ولو عجبك ما تنساش اللايك، واهم حاجه اشتراك بالقناه وتفعيل الجرس عشان لسه عندنا ملخصات ناريه كتير جدا، ونشوفكم في فيديو قادم. سلام.